تداعت كل التنظيمات الموازية. أساساً الفريق الاشتراكي، ثم الشبيبة الاتحادية التي اشتغلت على ضوء علاقاتها الدولية، تداعت إلى الدعوة لهذا المنتدى الدولي. هذا المنتدى الدولي أملته اعتبارات راهنة على رأسها، تداعيات جائحة كوفيد 19، على رأسها كذلك التغييرات المناخية التي عرفها العالم، على رأسها الأزمة الاقتصادية واللي كانت الحرب الروسية الأوكرانية مساهمة فيها. العالم يعيش اليوم لربما أزمة هي الأصعب منذ أزيد من 100 سنة. هذه الاعتبارات هي التي جعلتنا نتداعى لهذا المنتدى الشبابي. احنا موجودين كحزب في الأممية الاشتراكية، وعندنا فيها موقع ديال نيابة الرئيس، وموجودين كذلك في المنتدى العالمي الاجتماعي التقدمي ديال شمال أوروبا، واللي مفتوح فيه وجهي الأحزاب الاشتراكية في العالم، وعندنا فيه موقع كذلك في داخل المكتب المسير. لكن أمام ما هو مطروح من أسئلة على الأجيال القادمة، قلنا لما لا نتوجه لصانع القرار السياسي غدا؟ إن الديمقراطيات الغربية هاد البرلمانيين الشباب هما اللي تلقاهم غدا في مراكز القرار، هما اللي تلقاهم غدا في كل الإطارات الجهوية والقارية والدولية. احنا ملي كنا تلقاو صعوبات فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية في التسعينات وفي الثمانينات وكذا، هذه الصعوبات كانت نابعة من كل مراكز القرار في الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، واللي كانت عندها مواقع في حكوماتها ودولها، كانت ضد توجه السلمي وضد توجه الحقيقي ديال رغبة المغرب في أن نحفظ المنطقة من أجل التعاون والسلم. ولذلك قلنا لما لا نشتغل على قرار سياسي اللي غادي يكون في الغد، سواء بالنسبة لقضايانا هي مسألة أو لقضايا البشرية برمتها. شنو هي قضايا البشرية؟ اليوم مما لا شك فيه لا يمكن أن يختلف اثنان على أن الأمم المتحدة والمنظمات الموازية يجب أن تطور عملها لكي تكون في مستوى المرحلة. يوم يحس الجميع بأن هذه الإطارات عاجزة على أن تحقق السلم والنمو والمساواة وكل هذه القيم النبيلة التي نضاضل من أجلها كمرجعية الشعب.